أفشلت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار قدمته الجزائر أمام مجلس الأمن الدولي لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. واستخدمت الولايات المتحدة حق نقد الفيتو أمام المجلس المكون من 15 دولة، وقد حظي مشروع القرار بتأييد 12 دولة وامتنعت دولتان فقط عن التصويت. مرة أخرى وفي سيناريو كان متوقعا استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لتبديد الأحلام الفلسطينية المشروعة في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة مشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي أوصى الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة أيده 12 عضوا وعرضته الولايات المتحدة وامتنع عن التصويت عليه عضوان وهما المملكة المتحدة وسويسرا وكانت فلسطين قد قدمت في مطلع شهر شهر ابريل الجاري طلبا لمجلس الامن للنظر مجددا في الطلب الذي قدمته في عام 2011 لنيل العضويه الكامله بالامم المتحده وخلال الجلسه اكد مندوب مصر لدى الامم المتحده السفير اسامه عبد الخالق ان الاعتراف بالدوله الفلسطينيه حق اصيل للشعب الفلسطيني مشددا على ان استمرار الحرب غير القانونيه والاجراميه التي تشنها اسرائيل على قطاع غزه منذ اكثر من سته اشهر يضع مصداقيه هذه المنظمه ومنظومه حفظ السلم والامن الدوليين باسرها على المحك. تود مصر تاكيد ان الحل للازمه الحاليه التي تمر بها الاونروا بل ولازمه اللاجئين الفلسطينيين يكمن فقط في حل وحيد الا وهو اعاده حقهم الاساسي في العيش بحريه وكرامه في دولتهم المستقله على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيه. ومن جانبه طالب الامين العام المساعد لجامعه الدول العربيه السفير حسام زكي طالب مجلس الامن الدولي بان يتحمل مسؤولياته وبان لا يخيب امال الشعب الفلسطيني وسعيه المشروع للاستقلال والعضويه في المنظمه الدوليه وعلى الرغم من الفيتو الامريكي المعتاد في صالح اسرائيل الا ان الدعم الساحق من اعضاء المجلس بعث برساله واضحه مفادها ان دوله فلسطين تستحق مكانها في الامم المتحده